لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا ناموس حاير طاير ما بين هذه الاسمين العملاقين. ولكن هنا مشاهدين الاعزاء اسطنبول مع البدايه اسطنبول همس همس يا سلامي على هذا التحدي همس ولا اسطنبول اللحظات الخطيره خط النهايه مشاهدين الكرام اسطنبول همس. محمد بن طالب بن هليل تستاهل فوز همس وانتزاعها لشوط الانتاج الثنايا اقوى الاشواط. تستاهل خير وعافيه الله يرحم والديك ابو. شو سلاله همس؟ سلالتها ابوها بازل خيرين أمها بنات هملول. مشاركاتها قبل الشوط اليوم؟ مشاركاتها منافسات لها سبق عامة منافسات قدام واليوم الحمد لله الله جملها. نعم وكيف كان مسارها في الشوط اليوم؟ مسارها كان طيب الحمد لله. اليوم ما قامت في قدام يوم قبلنا على الكيلو الأخير الله عانها. بشر عن مشاركة شعاركم في هذا المهرجان في هذا السباق. مشاركات طيبة إن شاء الله مشاركات طيبة حرقام قدام وسبق وثاني. استعدادكم للتسعيره والسيارات اللي في المحل الثالث؟ الله كريم حم مستعدين والعرب مستعدين الله كريم ان شاء الله. والله وجهك الفوز دي متى تهدي؟ اهديه لاخي عبد الهادي بن حمد بن هليل والمشجعين شعار بن هليل. شفت نوم لابته لابته وقفته شوميله شوميله شوميله.